للحديث أكثر عن استمرار معاناة مغيبين ومعاناة أسرهم في العراق في ظل تقارير تؤكد تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بك. دكتورة، يعني اعتقالات جديدة في قضاء طارمية، أعداد المغيبين قسريا في العراق تتزايد باضطراد وبشكل ملحوظ، كيف تقرأين هذه الاعتقالات الجديدة؟ هل ستكون أيضا هذه الأرقام أو الاعتقالات الجديدة مضافة إلى من تم إخفاؤه قسرا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. عليكم السلام. يعني لا تزال انتهاكات ضد أهالي الطارمية باعتبارها أحد مناطق حزام بغداد مستمرة لحد الآن، من خلال الاعتقالات التعسفية والتي بالتالي تؤدي إلى عمليات لتغييب قسري لأبناء هذه المناطق. طبعا بالتأكيد سوف تكون هناك أعداد مضافة من المغيبين قسرا، خاصة وأن هذه الجريمة أصبحت من سمات هذه الحكومات التي تعاقبت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، خاصة بعد سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة، ولأن هذه الميليشيات هدفها الوحيد هو السيطرة على الشعب العراقي، فلذلك هي لا تتورع عن اتخاذ أي سبيل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ومنها الجرائم ضد الإنسان، ومنها عمليات تغييب القسري. فاطمة، يعني محافظة أو إدارة محافظة نينوى تعترف بتغييب أكثر من 8000 مواطن عراقي من أبناء مدينة الموصل في أثناء العمليات العسكرية، إلى أي مدى ترين أن هذا الرقم يقارب الحقيقة؟ يعني في الحقيقة ليست لدينا معلومات دقيقة عن كيف تم يعني احتساب هذا الرقم، على أي أساس، ما هي نوع الإحصائيات التي اتبعها، الأسلوب الذي اتبع من خلال إحصاء هذه الأعداد، وأنا أعتقد أنه الرقم لا يقترب من العدد الحقيقي، وأن العدد الحقيقي سوف يكون أكبر من ذلك بكثير، خاصة وأن ما نعرفه جيدا، وهذا حتى تم توثيقه من خلال منظمة الإخفاء القسري الأممية والمسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، والتي تؤكد أن هناك الكثير من العوائل التي تترهب وتخاف من الإدلاء بشهاداتها بشأن أبنائها الذين تم تغييبهم ولا يعرف مصيرهم لحد الآن، لأنه أصبحت هذه المناطق وخاصة محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وكركوك من المحافظات التي يصم أهلها بالإرهابيين وأنهم ينتمون إلى داعش، وبالتالي فإن تقديم مثل هذه المعلومات بالنسبة لأهالي هؤلاء المغيبين قسرا سوف يؤدي بهم إلى أن يقعوا في مصير لا يحمد عقباه، خاصة وأن هذه الميليشيات وحسب توثيق هذه اللجنة أيضا يتم إرهابهم وإخافتهم ويخضعون للكثير من عمليات الابتزاز. نعم. طبعا هناك جهود للمنظمات الدولية أو الأممية في هذا الإطار، ولكن قبل أن يعني نعرف تقييما لها من قبلكم، هناك تصريحات من هنا وهناك من قبل المسؤولين في الحكومة في العراق، ليس آخرها ربما تصريحات محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، عندما قال بأنه لا يوجد مغيبون في العراق وإنما هناك مغدورين. يعني هل هذا الأمر يقارب الحقيقة؟ هل هذا الأمر الغاية منه أن يبعث اليأس في نفوس ذوي المغدورين أو ذوي المغيبين قسرا عفوا؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه النوايا واضحة، وتصريح الحلبوسي ليس التصريح الأول، فقد سبقه الميليشياوي أبو عزرائيل الذي أيضا صرح بتصريح ثاني ولكن يحمل نفس المعنى، وكل هؤلاء يرمون إلى هدف واحد، هو أن يثبطون معنويات أبناء هؤلاء وأن يعني يدعونهم إلى اليأس والابتعاد أيضا عن تقديم أي شكاوي تخص أبنائهم، وبالتالي يعني عدم الحصول على
حقوقها على حقوقهم، سواء إذا كانوا هم مغدورين كما يقولون أو لا يزالون أحياء، والذي نتمنى أن نصل يعني إليه. خلال السنوات الثمان الماضية 11,000 عائلة أبلغت عن فقد ذويهم، مع ذلك يسمون من فقد بالمغدورين. يا ترى دكتورة، هنا يعني نقطة مهمة نشير إليها، موضوع المنظمات المعنية بهذا الأمر، منظمات أممية تم تشكيل هذه المنظمات، لماذا؟ لأي شيء؟ لأي هدف؟ لكشف الحقائق؟ أم هناك مثلا أهداف أخرى ممكن أن تقدمها هذه المنظمات في ضوء هذه الأجواء في العراق؟ يعني يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة، حتى لو كانوا هؤلاء الذين تم إخفائهم قسريا يعني لا يزالون على قيد الحياة، أو حتى لو كانوا لا يزالون لم يعودوا من ضمن الأحياء، فالمهم هو الوصول للحقيقة. هذا هو الذي تبتغيه جميع اللجان وحتى اللجنة الأممية المعنية بالإخفاء القسري، خاصة وأنها أكدت على ذلك من خلال تقريرها الأخير أثناء بعد الزيارة الأخيرة للعراق، والذي أكدت عليه أنه لا يعتبر أي شخص بدون أدلة علمية تثبت مصيره أنه يمكن أن يكون شخص متوفى ولم يعد على قيد الحياة، بل يجب أن يتتبع يعني مصير هؤلاء أنا إلى أن يتم استنفاذ جميع الخطوات ويتم استنفاذ جميع الجهود، ويعني تقع لديهم أدلة صحيحة وعلمية أن هؤلاء الأشخاص قد توفوا، بعد ذلك يتم الإعلان عن وفاة هؤلاء الأشخاص. أما أن يتم الإعلان كما تقوم به الحكومة الحالية بأن أي شخص يعني غاب لمدة معينة من الزمن يعتبر من الذين توفوا، فهذا يعني غير معنية به هذه اللجنة، وأهداف هذه المنظمات جميعها هو الوصول إلى الحقيقة من وراء ماذا حدث لهؤلاء، أين مصيرهم، وكيف حتى لو لم يعودوا أحياء كيف تم ذلك وعلى يد من، لأن هذه قضية حقوق وقضية تترتب عليها الكثير من يعني التبعات، ومنها حصول ذوي الضحايا على حقوقهم كاملة، وخاصة وأن الكثير من هؤلاء يتم وصمهم بوصمة الانتماء للمنظمات الإرهابية، وبالتالي هذه تعتبر وصمة عار في لدى هؤلاء ذوي الضحايا، ولذلك فإن يعني الوصول إلى الحقيقة سوف أيضا تبرأ هؤلاء من كل هذه التهم. نعم. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.